بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلاب، درسنا لهذا اليوم هو حل درس نانو بولوكا من كتاب الولد الذي عاش مع النعام للصف السابع الفصل الدراسي الثالث. نتمنى أن تستفيدوا من هذا الدرس وأن ينال إعجابكم واستحسانكم. حل السؤال الأول: بالقرب من الآثار المستقيمة كانت هناك آثار خلفها كائنان بشريان أصابه الذعر ثانية وكان أعظم في هذه المرة. ركض الدار هاربا، لكنه فعل كما تفعل الأرانب عندما تكون مذعورة، أي تركض في هذا الاتجاه تارة وتارة بذاك. حاول أن يقلد النعامات فيجعل نفسه خفيا قدر المستطاع، ولذلك كان يركض وهو مقرفص الساقين. هذا ما جعله يركض على غير عادة، على غير هدى. السؤال الثاني: كيف تصف موقف سيدي إبراهيم من الصياد في هذا الفصل؟ اذكر دليلا من النص على ما تقول. كان موقف سيدي إبراهيم من لوك هو التجاهل، فحين طلب منه الأخير أن يكشف من يكون الكائن البشري الذي وقف أمام القفص فرفض ذلك. السؤال الثالث: هذه إجابة. يتشابه موقف معاملة هدارة اللبوة الصغيرة مع موقف معاملته للغزالة في المساعدة، فقد ساعد كليهما على النجاة من الموت. أما الاختلاف فيكمن في أنه طوال حياته أراد أن يلمس غزالة ويتقرب إليها، على العكس تماما من اللبؤة والأسد حيث كان يتهرب منهم باستمرار. يدل الأمر على أن فطرة إنسانية تقضي مساعدة من هو على وشك الموت، خصما كان أو صديقا. السؤال الرابع: تبرير الموقف أن حوج وماكو خافا على بيض عشهما الذي سهرا على رعايته دوما من أن تأكله اللبوة الصغيرة، لأن بإمكانها ذلك حتى وإن كانت صغيرة، كما أنهما انتظرا دوما أن يقوم هدارة بإبعاد الخطر عنهم وليس جلبهم إلى مكمنهم. السؤال الخامس: كانت ليلة هدارة مختلفة عن باقي الليالي لأنه نام وحيدا مستندا على جذع شجرة بدلا من أن ينام تحت جنح ماكو كما اعتاد، وهذا عائد إلى غضبهم منه جراء الإتيان بلبوة إلى عشهم. السؤال الأخير: أعرب شفويا الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي. الكلمات التي تحتها خط هي تحت، وحيدا، ساندا، طوال. تحت مفعول فيه ظرف مكان منصوب، وحيدا حال منصوب، ساندا حال منصوب، طوال مفعول فيه ظرف زمان منصوب. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس، وإلى لقاء في درس آخر إن شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على علامة الجرس ليصلكم كل جديد.